طب عايز اكلمك على محمد الشناوي ومتابعتك لاداء الشناوي في المباريات السابقه، مباراه اوكلاند، مباراه سياتل ساوندرز، ويمكن في المباراتين الحمد لله يمكن خرج كلين شيت ما لم يمنى مرماه باي اهداف، ولكن طبعا مباراه الريال ممكن تكون خارج الحسابات. والشناوي في البطوله مش اللي فاتت، القبل الماضيه اللي اتلعبت في الدوحه برضه عمل اكتر من مباراه كلين شيت. ده قيمته ايه كحارس مرمى في كاس العالم يا كابتن ناني؟ لا هو الشناوي مصنف يعني حتى قبل البطوله كان عنده عروض من اوروبا ومن السعوديه، يعني ده عروض حقيقيه، النادي الاهلي اعلن مش وهميه، يعني لان النادي الاهلي يعلن ان في عروض فانت تتاكد 100% ان في عرض رسمي، انه ده بشكل موضوعي وان حصل كلام وحصل اتفاقات. ولكن اللي عجبني انا شخصيا بقى محمد الشناوي، شخصيه الشناوي محمد الشناوي يعني حب النادي اكتر مما ما يحب نفسه. ودي انا طبعا عشان انا بمرنه 14 سنه يعني حياه مش وعارف كويس جدا وعارف هو وانا بقول ان النادي الاهلي هيستفيد من محمد الشناوي فيما بعد كمان، يعني حضرتك شايف ده طبعا كاركتر كوره كمان هو كاركتر وانسان حامل مسؤوليه. انا عندي مسجل له لقطات في بعد مباريات بيبقى فيها بعض الاخفاقات، مسجل له الكلام بتاعه اللي بيقوله للعيبه في غرفه الملابس، قائد يعني وبدون تجاوز وبدون ان حد يزعل. يعني العقليه اللي زي دي، يعني انا مثلا في غرفه الملابس انا ككابتن فرقه انا ممكن يعني ابوظ الاوضه بكلام مش محسوب او بكلام مش في صالح الفريق في الوقت ده، اللي هو عنده هزه او عنده اخفاق او عنده كده بيخش يتكلم وبيزعق وبيوجه وكل الناس حابة الكلام ومش متضايقة منه، وهو ده الشخصية اللي ممكن بعد كده تبقى يعني ليها دور إداري أو فني أو ليه دور في النادي الأهلي. وبالنسبة لكلام حضرتك كمان احنا حضرنا تقرير عن الشناوي ويعني بنتكلم عنه طبعا كابتن الفريق، وهو زي ما قال كابتن ناجي يعني هو يعني أنا لعبته أول ماتش في كأس العالم ما كانش عنده مباراة دوليه واحده، دي اول مباراه دوليه ليه، وشوف شخصيته كانت ازاي في روسيا قدام اوروجواي ومان اوف ذا ماتش، وده اول مباراه دوليه. صحيح. يعني ازاي بقى يقيس على كده هو شخصيته عامله ازاي. صحيح. هو لعب تحت الضغوط دي بدون اي ما شالش هم المباراه. يعني انا بقى في مباراه ريال مدريد على فكره في بعض اللعيبه كانت شايله هم المباراه، فكان عندها اخطاء فرديه، كان عندها ميس باس حتى من غير ما يكون عليها ضغط. صح. فده كان في ديستورشن ما بين الجهاز العصبي والعضلي. طبيعي طبعا. ولكن هو بالتحديد حتى لما يخطا كرة تيجي في صدره فهو يعني مطالب بسكن ديزيشن، يعني قرار تاني، فبيعمله بمنتهى السهوله من غير التوتر ولا بيروح ياخدها تاني. بيقف ويبدا الهجمه حتى ما يحسش ان في وده الحارس الكبير اللي احنا بنقول دايما الحارس الكبير اللي ما تاثرش عليه اخطاء.